خالة من متى أنت موجودة؟ احنا موجودين من الساعة 3 العصر. وليش طيارتكم وينها؟ طيارة فينا طيارة الوطنية حسبي الله عليهم ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين ما عندهم لطيارتين يقدرون على دبي ولا الإسكندرية ولا تركيا. زي خالة انتم جايين جروب يعني؟ ايه جايين بجروب. الطيارة ايه؟ هذه كلها جروب واحد صح؟ ايه جروب واحد. زين ما حاولتوا تردون طيارة ثانية؟ ما قالوا لنا الكويتية توديكم، عطونا رقم الرحلة وأهلنا يسألون بالكويت وقال تيكم طيارة 194 الكويتية وتردون لكم. ما في طيارة كويتية جاية. والحين ما قالكم؟ كله كذب كذب. يعني الحين شنو ماكو كفر؟ يلا على بعد أسبوع. يلا على الوطن. ولا في طيارة. زين ما حاولت تشوفون طيران ثاني؟ لا ما حاول ينزل. على أمل نركب الكويتية. ما في حجز إلا بعد أسبوع، والطيران على 300 دينار إلا بعد أسبوع، والعوائل مو مطرين لهم لا حل ولا فنادق. الله يرحم والديكم، شوفونا حل يا أهل الكويت. شوفونا حل مع المسؤولين. الله يجزاكم خير.